الخير روان. صباح الخير عمر. صباح النور يا سارة. صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا. عندك هاشتاج اليوم؟ اليوم ما رح نبتدي بهاشتاج، بس فيديو يخص اطفال؟ لا مش اطفال. اوكي، تحدي مستمر ها؟ بدنا نحكي عن الاشخاص اللي حواليكم، اذا بتتاثروا فيهم، اذا كانوا سعداء او حزينين، كيف ممكن تتاثروا فيهم؟ بحسب حالته انا اتاثر حقيقه، لانه دائما الطاقه سواء كانت ايجابيه او سلبيه والهاله حوالين الانسان تاثر على المحيط. بالفرح اكثر او الحزن؟ بالحزن. حزن؟ انا بالحزن بتاثر فيهم، بس بحاول اعطيهم طاقه ايجابيه دائما، فبتلاقيني الطاقه تبعت الفرح. انت انسان عاطفيه لهذا السبب تتاثرين بالحزن. السعاده ليست مجرد فكره في الهواء، انها عمليه كيميائيه تجري في ادمغتنا، وقد اثبتت احدى الدراسات ان السعاده معديه، ليتحقق المثل الذي يقول من جاور السعيد سعيد. التفاصيل في هذا الفيديو، وصباحكم سعاده. لازم على طول نستمتع بالحياة قد ما يكون فيها صعاب. أكيد يا صاحبي. وإلى تويتر، حيث تصدر هاشتاج شاركنا بأجمل خاطرة على بالك موقع تويتر، فلنتابع ما ورد بخاطر المغردين على الهاشتاج. ونبدأ أولى التغريدات مع السعد العتيبي، حيث قال: ليس الخجل للإناث فقط، فبعض الرجال إن خجلوا زادت رجولتهم وظهر حسن تربيتهم. ننتقل لتغريدة أخرى مع حرة، حيث قالت: كن جميلا في كل شيء، صداقتك، حبك، أخلاقك، تعاملك، حتى في البعد كن جميلا. أما الشيماء فقالت: اهتم بذاتك، احفظ كرامتك، قدس هدوءك، وتجاهل ما يقوله الناس عنك، دعهم يثرثرون بما يريدون، المهم أن ترضي ربك ثم والديك ونفسك. أما نور فقالت: لا يخلو الإنسان من هموم أو مخاوف، ولكن يجب أن لا يجعلها تسيطر على حياته وتقف حاجزاً بينه وبين طموحه ونجاحه. طموح والنجاح، أصلاً الطموح إذا نحن شخص عنا طموح بالحياة، ممكن هيدا الشيء يجيب لنا السعادة، لأن بكون نحن عم نشوف شو الهدف تبعولنا نطمح لأكثر. هاي مقولة الصورة لليوم. وأنا جميع يعني حقيقة التغريدات هي يعني جابت لي السعادة، يعني جابت لي السعادة، لأنه مليئة بالحب، بالتفاؤل، بتحدي الصعاب، بطاقة إيجابية، عدم الملل أو الاستسلام للظروف طبعا المحيطة من مخاوف كما ذكرت أهداء التغريدات أو غيرها من الأمور. والصباح معي ومع روان كمان جاب لك السعادة. وإلى لبنان مع الطفل العبقري شربل أو بولتي، البالغ من العمر سنتين، والذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بذكائه الخارق، وذلك بإجاباته على عواصم 32 دولة، فلنتابع. روى وي وي. شو عاصمة فرنسا؟ بالي. لبنان؟ بيروت. الأردن؟ عمان. بلغاريا؟ صوفيا. إيطاليا؟ روما. كندا؟ أوتاوا. الصين؟ بكين. اليابان؟ طوكيو. روسيا؟ موسكو. بنغلاديش؟ دكا. سريلانكا؟ كولومبو. مصر؟ كايو. فنزويلا؟ كلاكاس. قطر؟ دوحة. كينيا؟ نيروبي. إيران؟ تايلاند. بحرين؟ مناما. يو اس اي؟ واشنطن. اليمن؟ ما سمعت. اوكي. المغرب؟ دبي. برازيل؟ برازيل. العراق؟ بغداد. فلبين؟ مانيلا. السعودية؟ رياض. بريطانيا؟ لندن. تركيا؟ أنقرة. اليونان؟ أثينا. سوريا؟ دمشق. قبرص؟ نيكوسيا. الفاتيكان؟ فاتيكو. المانيا؟ مدريد. المانيا؟ بالي. اسبانيا؟ مدريد. برافو بابا، برافو بوليتي. يا الله شو انه كيوت. انا بس بدي اقول انه شربل مش بس العواصم بيعرفها، كمان بيو بفرجيه الاعلام وبيعرف كل البلد. ما شاء الله. الله يحميه عن جد. الاطفال دائما يتمتعون بقوه ذاكره قويه وذكاء، يعني مخ يكون ناشط، لان دائما الخلايا في هذا العمر تكون في مرحله بناء وليس في مرحله هدم، يعني حتى بعد سن 40
تبدا هذه الخلايا وخلايا الجسم بصوره عامه طبعا بالهدم، لكن تستمر في البناء في حال الرياضه المستمره وغيرها من الامور الصحيه. صحيح، فالتربيه امر مهم خاصه انه والده على طول عم بيدرسه. مشاهدينا عبر شاشة الغد ومتابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا على فيسبوك وعلى الإنستغرام، نشرت المغنية العالمية شاكيرا فيديو طريف جمعها مع 2 من مساعديها، حيث ظهروا من داخل إحدى الغرف وهم يرقصون بطريقة لافتة وعفوية، فلنتابع. إلى هنا تنتهي فقرتنا، نستقبل مشاركاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، نشكركم للمتابعة.